الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ونواله. الحضور الكريم، أحسن الله جزاءكم، جئتم تشيعون أخاكم وابن أخيكم وتساندون أباه المكلوم في هذا المصاب الجلل. أحسن الله جزاءكم وجعل خطواتكم لله. والحقيقة أن هذه الجنازة، وإن كانت جنازة من جنازات المسلمين التي ألفناها، فهي جنازة لها خصوصية، ذلك أن المتوفى ليس شيخا هرما أخذ حقه من الدنيا وأخذت حقها منه، وليس مريضا ترجى الناس له الموت ليستريح ويستريح منه، وإنما هو شاب في عنفوان شبابه، لم يصل بعد 25، ولو أردنا أن نحزن عليه فحق لنا ذلك لأنه شاب، ولكن ماذا نقول إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي له 3 أولاد وليس ولدا واحدا، عبد الله وإبراهيم والقاسم، ولم يبلغنا عنه أنه كان يزيد على أن يقول العين تدمع والقلب يخشع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. نعم، إنا لفراقك يا أيوب لمحزونون، شديد الحزن، لأنك لم تكن شابا فقط في مقتبل العمر، يرجى لك عمر طويل، ويرجى لك أن تحقق منافع ومكاسب لنفسك ولأهلك، ويرجى لك أن تؤسس بيتا وأن يكون لك أولاد، ولكن لأنك أولا كنت رجلا مسلما ملتزما صالحا منذ كنت، لم يسمع عنك مثقال ذرة من سوء طيلة هذه السنوات التي عشتها، عشت برا كريما، ولأنك كنت بارا بوالديك، ولقد شهدت البارحة لما دخلت أمه عليه لتراه، شهدتها ترضى عنه، كنت تقول له أولدي أنا راضي عليك، ولأنك السي أيوب إذا أردنا أن نحزن لك وعليك، لأنك كنت في هذا العمر عالما، فأنت العالم الشاب، أنت عالم الشباب، وأنت شاب العلماء، وبجميع المعاني، طبعا بالمعنى الذي ألف الناس في العلماء، ولكن بالمعنى الذي ألف الناس العلماء الذين ترتجي الأمة خيرهم في التأليف بين أفرادها ومواطنيها وتياراتها. السي أيوب كان يحبه ويعترف به المتدينون، وكان يحبه ويعترف به فئات مختلفة من المجتمع، منهم من كان من التيار اليساري، ومنهم من كان من التيار اليميني،
وكل من عاشره أعجب بهذا الشاب الذي لم يتجاوز 24 والذي أصدر 6 كتب، وليست كتبا عادية بل هي كتب ممتلئة بمعاني العلم الصحيح وممتلئة بمعاني الخير للمجتمع. واقرأوا إن شئتم منها ما تشاءون، خصوصا كتابه ربما الأخير تأملات، وسترون ما أقول لكم. فكيف لا نحزن عليك يا أخي أيوب؟ لا نتحدث يا أيوب عن دماتة خلقك ولطف معشرك واستقامتك، كل هذا إن كنا أن نقوله ونكرره. سي أيوب، أنت الآن في جوار الله، ونحن مطمئنون أنه إن شاء الله الرحمن الرحيم سيستقبلك بأفضل ما يستقبل به عباده الصالحين. لو قدر لك يا أيوب أن تكون معنا الآن فتنظر كم من الناس حضروا. نعم، كثير منهم يعرفون أباك، وأبوك صديق وأخ عزيز، ولكن أنا تتبعت مرضك، تتبعت حادثة سيرك المفجعة ومرضك من أول لحظة، وكنت حزينا طيلة هذه الفترة عليك. ولما بلغتني وفاتك التي كنت أتوقعها لم أتردد في أنني سأشد الرحال إلى مدينتك ليساهم معهم في تشييع جنازتك. ولهذا يا أخ أيوب، لقد أديت رسالتك، بارك عليك، بلا ما تزيد تعذب معانا في الدنيا. لقد ذهبت عند الكريم وتركت لإخوانك معالم الصراط المستقيم. أنت بسلوكك وحياتك وستدرس، وصدقني سيجتمع لك الناس ليدرسوا ما قلت وليدرسوا كيف سلكت. تركتهم تقول لهم يا إخواني أنا شاب مثلكم، ولكن كنت ملتزما بديني، وفي نفس الوقت كنت معتدلا، وكنت أحب وطني، وكنت أحب الخير لوطني ولأهل وطني جميعا، وأحب أن أجمع ولا أفرق، وأحب أن أرى الوئام يشمل المواطنين. وهذا كله مبتوت في كتبك ومبتوت فيما كنت تقوله. السي أيوب، خليتي للشباب دليل على أن الشباب ماشي ضروري يكونوا مشغولين باللهو ويكونوا مشغولين بالفساد. شباب بالعكس، شباب الأمة اليوم خصهم يكونوا بحالك كيقراو. اسمع مزيان السي أيوب، إن كنت تسمعني، أنا أعترف أمام هذا العالم الذي يشهد أنني كنت أطلب منك أن تعلمني وتوضح لي بعض الأشياء التي ربما فاتتني أو لم يكن عندي الوقت لكي أطلع عليها بالشكل المطلوب. السي أيوب هو اللي كنت كنقول له، قول لي يا السي أيوب أش تيقول السي محمد عابد الجابري، وتيجيب لي ورقات مكتوبة ها شنو كان كيقول السي محمد عابد الجابري يا السي عبد الإله بن كيران. السي أيوب كان كنسولك شنو كيقول السي محمد العروي، كيجيب لي ورقات مكتوبة أو تيقول لي خلاصات من ذاكرته. الرجل كان صغيرا ولكن كان عالما حقيقيا، وكان لا يزال يسير في طريق العلم، وفي نفس الوقت كان عنده التمييز، والتمييز هو اللي نقص واحد العدد ديال الناس اليوم. وفي نفس الوقت كان لا يبالي بهذه الخزعبلات، لا يبالي بالمناصب، اسمعوا مني مزيان، ولا يبالي بالمكاسب. ما نتكلموش على العفة ديالو، ما نتكلموش على العفة ديالو عن المال بأي وجه من الوجوه كان. هذا هو السي أيوب، وأنا قلتها لباه الصباح الدار، سي بوغاد بيني وبينه أكثر من 30 سنة ديال العشرة، هو صديق ديالي ولكن ماشي على ود جيت، جيت على ود أيوب. سي بوغاد أنا اللي اقترحته وزكيته باش يكون عمدة ديالكم، وأنا اللي اقترحته باش يكون نائب برلماني عن صواب وعن حق، والحمد لله إلى حد الآن يثبت أنه قام بهذا الدور على أحسن الوجوه، وما زال يقوم به إن شاء الله إلى نهايته. ولكن ما كنتش عارف من قبل باللي غادي ترسخ العلاقة بيني وبين السي إبراهيم بسبب الولد ديالو. العكس هو اللي تيوقع، الإنسان كترسخ العلاقة بين الكبار، بين الكبير والصغير، ملي كيموت الأب ديال واحد فيهم. ولكن دابا العكس هو اللي وقع.
هاد الولد السي ابراهيم ماشي ولدك بوحدك، هذا ولد هاد الناس كاملين، كلهم كيبغيوه، كلهم جاو صابرين على الشمس تيحضروا للدفن ديالو. يا عجبا يا عجبا كما ورد في الاثار، بيننا وبينهم ايام الجنائز، هي الايام التي تزول فيها الحسابات الصغيره والاحتياطات، والناس كيجيو باش يعزيو وكيجيو باش يساهموا في الجنازه ديال العزيز ديالهم. السي ابراهيم تشرف بانك انت الوالد ديال السي ايوب رحمه الله عليه، رحل بدون ذنب حسب ما نعلم ولا نزكي على الله، ورحل وقد بدا مشواره العلمي واعطى قبل ان منذ 16 سنه، منذ كانت عنده 16 عام وهو كيكتب وتيقرا وتيعطي المثال السلوك ديالو القويم. هنيئا لك، هنيئا لامه، هنيئا لجدته ولاسرته كلها، من السابقون ابناء المسلمين بحاله. ونحن ايها الكبار حتى لا نقول ايها الشيوخ، احنا الله سبحانه وتعالى مد لنا في اعمارنا، وكنطلب الله في هذا الشيء اللي فات تكون العاقبه مزيانه، ولكن احنا دابا ماشي بحاله هو مشى صغير وكنتسائلوا كيفاش مشى صغير، احنا قربنا نمشي وما فيها شك ولا خلاف، بحال اللي قلت للاخوان بقات لينا تشيره ديال المكانه. اذا كان الله سبحانه وتعالى يقول وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون، ما يمكنش تتخيلوا باللي بقي لنا يوم من ايام الله اللي هو الف سنه، لا بقي عندنا اقل من هذا الشيء بكثير، سنه سنتين اقل، 10 20 سنه قد يكون واحد العدد كبير من هاد الناس مشى عند الله، وربما انا اولهم. بغيت نقول لكم الاخوان المحترمين، ما تنتظروش حتى تقع القضيه عاد تبداو تقولوا يا ارجعوني، لا هذا هو الوقت، هذا هو الوقت باش كل واحد يراجع الامور ديالو ويصحح. عاود نذكركم راه الله واخا دار لكم الدنيا جميله ومشغولين فيها بالمال ومشغولين فيها بالسلطه ومشغولين فيها بالجاه ومشغولين فيها بالمناصب، راه ماشي لهذا الشيء خلقكم، خلقكم باش تقوموا بواجب العباده، والشيء الاخر ما تيسر منه اعطاه لكم كوسائل وجعلوا لكم كامتحان لنبلوكم ايكم احسن عملا. فارجوكم ما تخليوش الوسائل تولي اهداف، احنا عبيد تحت الله وكل شيء كيزول، المنصب كيزول والمال كيزول والجاه كيزول والحياه كتزول والحوايج اللي لابسه الاخوان كيزول، كيبقى لك الكفن والدخول للقبر ديالك. فعسى الله سبحانه وتعالى ان الموت ديال السي ايوب تكون درسا للشباب باش يعرفوا باللي حتى هما واخا باقيين صغار راه ما عندهمش ضمانه باللي غادي يكبروا وغادي يشرفوا وغادي راه يمكن يموتوا دابا، وخلى درس الشباب باش ينوضوا يجتهدوا باش يخدموا بلادهم ويخدموا ريوسهم ويخدموا العائلات ديالهم، وخلى درس الشيوخ والكبار والمسؤولين باش يراجعوا نفوسهم ويصحوا موقفهم ويصحوا مقامهم ويصحوا العبادات ديالهم ويصحوا السلوكات ديالهم، ولا كانوا كيعملوا شي حاجه ما لايقاش في دين الله يبعدوا منها. شكون ما كانوا من هذه المنطقه من منطقه اخرى، الحمد لله هذه منطقه اذا كان فيها اذا كانت فيها بعض الاصوات النشاز فهذه مدرسه منطقه ديال العلم ديال المدارس العتيقه، ما يزال فيها اظن اكثر من 200 مدرسه عتيقه تخرج العلماء، واهلها في العموم صالحون ومستقيمون. فلا يضرنكم شخص او شخصين يدعون الى غير صراط الله المستقيم، وليكن ايوب بغض مثالا لكم. انا والله العظيم كنعتقد السي ايوب بغض كيستحق بحال اللي كانوا كيديروا المغاربه شحال هذه يكون القبر ديالو مزار، لانه كان رجلا صالحا، وان شاء الله الرحمن الرحيم نلتقي به عند الله في الجنه. اللهم يا ربي وانت ربنا ورب كل شيء، شاهد علينا، عالم بنا، قادر علينا، قد اسلمناك ابن اخينا، ونحن محبوه قد اسلمناه اليك،
ووضعناه في التراب، ولكن أملنا أنه في مستقر رحمتي، وأنك استقبلته بخير ما تستقبل به ضيوفك الكرام. يا أرحم الراحمين، ارحم أيوب، واغفر لأيوب، وادخل أيوب الجنة، واجعل له ما بعد هذه الساعة يسر عليه ما قبلها. يا رب رضينا بقدرك، إنا إليك راجعون، ولكن ارحم أخانا نرجوك ونتوسل إليك. هذا الحضور الكريم يا ربي، ارزق أهل أيوب الصبر والأجر، كن له لأبيه ولأمه ولجدته ولأسرته جميعا، وكل الحاضرين كن يا ربي لنا ولهم بالهداية والتوفيق والبركة والرزق والعمل الصالح، تلقى الله سبحانه وتعالى وأنا راضي، وكل بلدنا، وكن يا ربي لملكنا بالهداية والتوفيق، وكن لسائر ولاة المسلمين حتى ترجع الأمة إلى رشدها، وحتى تستقر أحوالها، وحتى تكف عن كل ما لا يرضيك من القول والعمل. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، أباءنا يا رب ارحمهم جميعا، أمهاتنا ومن توفيت إليك من أهالينا، يا وسائر أموات المسلمين، وارحمنا يوم نصير إلى ما صاروا إليه. بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله على العالمين.